بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بفيديو رقم 10 of section 2 of unit 16 of part 1 CMA 2020. طبعا الفيديو هذا على multiple choices. عنوان السكشن analytics and big data، تحليلات وبيانات ضخمة، وطبعا عنوان اليونت اللي هي 16 of part 1 CMA 2020 system development، بمعنى تطوير الأنظمة or systems development، تطوير الأنظمة and data analytics وتحليل البيانات. خلينا نبدأ بسؤال 21. What is a minor؟ اتفقنا انه الماينر هو الذي يكون بالبلوك تشين طبعا، الذي يخترع او يوجد من خلال ارقام كمبيوتر، بحث بسيرفرز تبعت كمبيوتر، يبحث عن ارقام بحيث انه يعمل البلوكس افيلبل وتصير فاليد البلوكس وكذا ويوافق عليها. اذا هذا اسمه ماينر. خلنا نشوف what is a miner. A type of blockchain، هي عبارة عن blockchain. 2 B an algorithm that predicts the next step in a blockchain، تتوقع ما هي الخطوة التالية بالبلوكتشين، ما حدا بيعرف الخطوة التالية. A person who is authorized to delete blocks from the blockchain، ما حد بيقدر يعمل deletion. اذا خلينا نقول B و C غلط. D computer use who validates and processes a blockchain transaction، نعم a computer user، مستخدم كمبيوتر هو الذي يسمح بوجود بلوك منها البلوكتشين، validates يعني يوافق عليها and يشغلها a transaction، عملية تتم بالبلوكتشين، فهو حدا بيدخل بلوك وبعدين هو بيوافق عليها، بحيث انه طبعا بالتأكيد الموافقة بأكثر من ماينرز، وبالتالي الجواب طبعا معناته ما دام دي صح. A type of blockchain يعني مش معبرة هذه، هذا المصطلح أو هذا المعنى تبعه. خلينا نشوف الجواب ليش دي مثلا صحيحة، خلينا نشوف الرأي تبعي إنه ليش دي صحيحة. A miner is a computer user، مستخدم كمبيوتر، هو validates يوافق، يعني كأنه زي اللي بمسك شيك وبعمله مصدق، زي البنك بيمسك شيك وبيعمله مصدق، خلاص خلاص معتمد. and processes ويشغل ويشغل البلوك تشين ترانزاكشنز، بمعنى يقبل الترانزاكشن اللي دخلها somebody اللي مشترك بالبلوك تشين، اللي هو عنصر من عناصر البلوك تشين. فهذول الناس مش كلهم ناس عندهم أجهزة كمبيوتر وعندهم سيرفرز، وبالتالي بيوافقوا على هكذا أمور. طبعا احنا مش متخصصين في البلوك تشين ولا في البيتكوينز وشرحناها، لكن بنقدر نقول لازم يكون عندنا ملامح هذه الأمور فيما يخص مادة ايش، مادة السي ام اي والشابتر رقم 16. اذا الجواب عندنا تي دي. A miner is a computer user who validates and processes blockchain transactions، اللي هي هيها computer user who validates and processes blockchain transaction، بدك تحفظها حفظ. اوكي طيب. A ليش A غلط؟ A type of blockchain يعني اوكي، خلنا نشوف ليش A غلط من وجهة نظر المؤلف. A miner is only one part of blockchain system، اذا هي blockchain لكن الماينر جزء منها. خلنا نشوف البلوكتشين هيها. اوكي هيها هون، هذولا واحد منهم او اثنين ماينرز، واحد منهم بوافق، اذا الماينر جزء من البلوكتشين. هاي كمان نفس الشيء، هاي هاي شوف هون عملوا اجماع وافقوا. طيب اذا ليش ايه غلط؟ معناته a miner is only one part of blockchain system، the part that verifies when transactions have occurred، بوافق على الحركة المالية او الحركة، وطبر الحركة is تبادل ارض، تبادل شقة، تبادل سيارة، بيع سيارة، اي شيء.
B an algorithm that predicts the next step in a blockchain. B there is no prediction of the next step of in a blockchain. ما في توقع. أما C a person who is authorized to delete. ما في deletion. شوف C. It is not possible to delete a record block from blockchain ledger. The miners process a new blocks, okay, يشغلها, يفعلها, which are added to the end of the chain. The chain يعني بمعنى انه سلسلة 4, 5, 6, 10, رقم 20 لبلوك بدل 19 بصير 20, بدل 20 بعد 20 بصير 21, بعد 21 بصير 22 وهكذا. عند الجميع طبعا. اوكي اذا يا سيدي العزيز الجواب عندنا دي لسؤال 21. سؤال 22 which one of the following statements defines data mining. ما هي data mining؟ قلنا البحث في البيانات من اجل الحصول على باترن نمط ترند. process of using statistical techniques to extract and analyze data from large database to discern patterns and trends. discern patterns and trends حتى تميز النموذج كيف ماشي البيانات بعد ما تنقيها وتنقحها اوكي وترندز كيف تتجه مناسبه والله اي process of using statistical techniques اساليب احصائيه to extract تستخرج and analyze data from large database من كميه ضخمه نعم طبعا المايننج في كميه ضخمه زي ببحث عن ذهب قول هاي الاثر تبع الذهب هون اوكي او كل ما حفرت اكثر بيطلع عندك ذهب من نوعيه معينه اذا شكلها ايه بس خلينا نشوف بيه a system used to develop a firm's performance metrics metrics قياسات لا ما في غير patterns وترندز بضلك تبحث وتفحص تعمل اكستراكشن بالبيانات وتعمل تنقيح وكذا حتى تصل الى البتر بغلط سي بروسيس اوف يوزنج ديجيتال داشبورد تو بيرفورم ستاتستيكال اناليسيس هاي ما لهاش علاقه بالمايننج هاي علاقه بنتائج معينه اوكي اذا سي لها علاقه بالداشبورد اللي هي شغله فيجواليزيشن بيشوف المدير النتائج معينه وكذا بعد تحليلات و والى اخره لكن هذه بعد ان تم اكتشاف النمط ممكن انه نمثل هذه العلاقات والبيانات من خلال ايش؟ من خلال الداش ديجيتال ده هي شايفينها؟ هذا هي. اوكي؟ طيب. اذا سي برضه مش مناسبه. A process that authenticates توثق transactions by confirming the current version of the blockchain. هذول الماينرز. مش المايننج الماينرز الماينرز تبعي البلوك تشين هذول بنطبق عليهم اذا الجواب عندنا بالمايننج الداتا مايننج البحث في البيج داتا مشان نطلع البتن والترندز هيها اذا ما في غير ايه سؤال 22 جوابه ايه داتا مايننج اكزامينز يفحص تفحص لارج اماونتس كميه ضخمه اوف داتا تو ديسكفر باترن حنا نكتشف النموذج كيف ماشي الانماط using statistical models نماذج إحصائية معادلات رياضية and techniques وتقنيات مختلفة باستخدام الكمبيوتر والسوفتوير the term data mining is somewhat misleading because its purpose is to discover يعني مرات بقول لك هذا المعنى بيضيع شوي بيتوه شوي ليش لأنه somewhat because the it Its purpose is to discover the pattern. إذا هدفها تكتشف الباترن. In large amount of data. بيانات ضخمة. Not to extract of the data itself. مش استخراج البيانات. بنشوف كيف 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 المستهلكين، كيف مستهلكي السيارات، كيف بيفكروا، الناس الموظفين كيف بيفكروا، علاقتهم بمبيعات السيارات، كذا إلى آخره. البائعين، السبلايرز، المواد الخام الموجودة، الموردين، هذه كلها أبحاث ويتم إيش؟ لمعرفة نمط معين حتى نستخدم ذلك النمط في سبيل أو لمصلحة الشركة النمط يعني كيف تتجه الأمور من خلال البيانات إذا الجواب عندنا إيه بي
ها شوف بيرفورمانس، شوف بيرفورمانس متريكس بي ار ديفلوبد باي مانجمنت، هذه لها علاقه بالاداره ما لهاش علاقه بالمايننج تبع البيانات. وسي ذا بروسيس اوف يوزنج ديجيتال داشبورد تو بيرفورم ستاتستيكال اناليسيس. ها سي طبعا اكيد غلط. ديجيتال داشبورد از فيجواليزيشن، انا قلت عنها انه شغله بتشوفها قدامك شاشه اجهزه بيانات، رسم بياني ورسم باي شارت وكذا ولاينز واي رسوم اخرى ومؤشرات وكذا، ويعني زي اللي بيشوف خلينا نسميها تبعت البورصه، شاشة تبعت البورصة أو شاشة تبعت البورصة بشكل عام، كيف تتجه الأسهم إذا انترفيس عنده قدامه آيكونز كثير وبتطلع عليها بس كلها برسومات معينة. أوكي؟ شوف that allows the user to pre-select the chart types، إذا هو بيحدد نوع الشارت، رسم بياني أعمدة ولا دائري ولا كعكة ولا سلايسز ولا شو شكلها ولا بلوتينج ولا شفناها قبل شوي بالفيديو رقم 9 use for decision making. دي ليش دي غلط؟ process that authenticates، authentication لها علاقة بالمايننج، الماينرز authenticate the transaction by agreeing on what the current version of the blockchain should be. إذا الماينرز هذول جماعة البلوكتشين وبوافقوا على ترانزاكشن حصلت، إذا طلعوا لها يعني حدا عمل عملية بوافقوا عليها، لأنه بقول لك إنه في ترانزاكشن افيلبل وكذا بوافقوا عليها وبصير الأمور تمام وبصير هذه ترانزاكشن معروفة للجميع وإلى آخره. طيب إذا الجواب عندنا إيه لسؤال 22. 23 all of the following are correct statement regarding big data. Big data except البيج داتا is an evolving term. نعم هو عبارة عن مصطلح متطور متحرك يعني متطور مع الزمن. That describes any voluminous تعني من الفوليوم. نعم amount of structured قد تكون البيج داتا structured or semi structured or unstructured. نعم ثلاث انواع من الداتا، يا structured مبني ومرتب وكذا، يا semi structured جزء منها مبني وجزء منها حيالله تكست، او unstructured بتلاقيها عباره عن قصه ومكتوب وتعال على يا كمبيوتر يا سوفت وير دور على تلك البيانات. ذات هاز ذا بوتنشال تو بي مايند فور انفورميشن، عندها هذه بيكون فيها امكانيه انك انت تدور وتبحث عن البيانات اللي بدك اياها بنوعياتها الثلاثه، هذا كلام صحيح مش اكسبت. Big data includes information collected from social media. نعم تشمل البيانات بتيجي من السوشيال فيسبوك وتويتر وكذا والويب سايت الى اخره. Data from internet والانترنت enables devices والاجهزة اللي لها علاقة بالانترنت وتبحث وكذا وبتجيب لنا بيانات وماشين داتا والداتا فيها والماشينز فيها داتا وفيديوز والمعلومات فيها بالفيديوز بنجيبها كمان and voice recording وحمان التسجيلات تبعت كذا بنسمع منها معلومات وبنجمع كل البيانات. هذه اصلا البيج داتا. The information collected is converted from high density data into low density. لا هنا نزع هو. هي من low density to high density. اذا عكسها. اذا الجزء لحد هنا صح بس هنا صارت غلط لانه مش from high density data into high density وانما from high density from low density into high density. اذا الجواب مش مناسب 100% بسبب هالجزئية هاي من هون لهون. السطر هذا بدال تقول from high to low لا هي from low density. low density يعني اشي مش مرتب مش مكثف مش مرتب مش معمر مظبوط مش مبني مظبوط مش customized مظبوط مش structure مظبوط الى high customized high structured الى اخره. بصير البيانات سهل الحصول عليها وسهل الوصول اليها وسهل تحليلها وسهل التعامل معها وسهل فهمها الى اخره. سي بيج داتا از اوفن كاركترايز باي فور فيز. فور فيز اللي هي سي فوليوم هي فوليوم صفات البيج داتا ضخمه وفاريتي متنوعه وفيلوسيتي اند فيراسيتي واحده منها سريعه وواحده منها ايش بيسموها الدقه. اذا الدقه والسرعه هذه كلياتها الاربعه. نعم هذول اربع صفات بالبيج داتا موجودات في الفيديوهات السابقه.
Big data involves processing data with analytics and algorithm. نعم تحلل البيانات من خلال التحليل التحليلات و بسموها الخوارزمية المعادلات الجبرية أو أي شيء معادلة نمطية بحيث أنك أنت بتطلع من A حتى تصل Z تصل بنتيجة معينة. Tools to reveal meaningful information حتى تطلع عندنا بيانات لها معلومات أو لها معنى معين. إذا الجواب عندنا لا accept معناته be, accept be معناته be هو الجواب المناسب. The information collected is converted from low density data to high density data. كثافة density not from high مش عكسية. وطبعا ما بدناش نناقش A و B و C لأنه هذول صحيحات. A و C و D صحيحات. إذا بلاش نناقش A و C و D لأنهم صحيحات. تمام؟ أوكي. طبعا أنا قبل شوي velocity قلنا عنها سريعة. هون قلنا هيها velocity سريعة و variety متنوعة و فوليوم كبيرة و فيراسيتي معناها دقيقة. اوكي طيب. إذا which of the following is included in the four V's of big data؟ مين المشمول في البيج داتا؟ أكيد فوليوم واحدة صحيحة و فيلوسيتي سرعة سريعة و فاريتي سريعة متجهة يعني تتجه باتجاه معين الداتا تقودك لنمط معين و فاريتي متنوعة. إذا كل الأنصر صحيح معناته الجواب دي ما بدهاش نقاش هاي. إذا قلنا velocity سرعة و veracity قلنا الدقة والموثوقية قبل شوي حكيناها. هيها veracity هيها سوري هيها veracity الفي هاي veracity الموثوقية والدقة والدقة وهذه السرعة والاتجاه وهذه التنوع وهذه الفوليوم الكمية. طيب إذا الجواب عندنا دي الكل وحطينا هون المعلومات the four V's of big data include volume, velocity السرعة أو الاتجاه يعني بمعنى سريعة وكمان تؤدي إلى نمط معين variety متنوعة and veracity الموثوقية والدقة. طيب preciseness هذه دي 25 the type of data analytics that is most likely to yield the most impact for an organization but is also the most complex. Most impact and most complex is called تحليل البيانات والتي هي التي فيها طبعا هم واحدة من أربعة هذول الأربعة حتكون فيها most likely to yield the most impact لها أثر كبير for an organization but is also the most complex وهي معقدة أكيد is called diagnostic analysis معناها identification problem تشخيص تحليل تشخيصي بالبيانات ما هي أسباب المشاكل predictive معناها anticipating forecasting توقع analysis تحليل من أجل التوقع descriptive detailed وصف ما يحصل and prescriptive analysis معناها authoritarian authoritarian بمعنى سلطوي وأعقد وحدة هي السلطوية بمعنى التي تتخذ القرار بناء على واقع معين وتوقعات وخطط مستقبلية للمستقبل. إذا الجواب عندنا المفروض إنه the most قال the most which means إنه D prescriptive analysis إلها علاقة بالأثوريتي بالحوكمة بالأثوريتي. طيب خلينا نشوف دي يعني أوكي هيها دي هي دي prescriptive analysis concentrates تركز on what an organization need to do in order for the predictive future results to actually occur. إذا شو لازم نعمل مشان توقعاتنا تزبط هلا حاطين خطة ارجعوا للبجت بشابتر 10 الخطة تقول انه لازم نعمل مبيعات السنة القادمة 100 مليون
طيب 100 مليون سهلين، إذا ماذا يجب أن نفعل حتى نحصل 100 مليون؟ شوف what an organization need to do in order for the predictive future, predicted future results to actually occur. حتى نصير عندنا 100 مليون. In other words, prescriptive analysis tells company how to get to where. كيف بدنا نصل 100 مليون؟ It wants to go. احنا رايحين على 100 مليون، كيف بدنا نحصل على 100 مليون؟ وال 100 مليون بالسنة الأولى، طب والثاني والثالث والرابع والخامس والاستراتيجيات، بنرجع لشابتر 10. This type of analysis provides the most benefit but requires more inputs. طبعاً بدك تحصل على 100 مليون، بس بدك تجيب اسطول من السيارات، وبدك تجيب موظفين اكفاء، وبدك خط انتاجي، وبدك كهرباء، وبدك كلتشر، وبدك ثقافه، وبدك مجتمع، وبدك انفراستراكشر، وبدك تكنولوجيا واي تيز، وكلام كثير. اذا افضل جواب ذا موست له علاقه بالبريسكريبتيف، يعني ما يقدر يقوم بالعمل هذا الا جماعه السلطه، الاداره العليا فوق. طبعا هون بقول انه A diagnostic. Diagnostic analysis provide insight into the reason certain results occurred. شو السبب؟ تشخيص. ليش تأخرت المبيعات؟ ليش مش عارفين ننتج؟ ليش عندنا مشكلة مع العمال؟ ليش عندنا في غيابات؟ ليش كذا؟ ليش كهرباء بتقطع؟ اوكي. هذه diagnostic. B predictive. طبعا anticipating يعني predictive معناها توقع. Predictive analysis involve applying assumption to data and predicting future results. كيف نحط خطة؟ في assumptions. ليش بنقول y equal a plus bx، ولا y equal a و a plus b1 x1 b2 x2 b3 is multi regression. ليش بنقول السنسيتيفيتي اناليزز بنشتغل عليها على اساس نطلع الاكسبكتد فاليو، ولا سنسيتيفيتي اناليزز مشان نطلع عندنا دقه في يعني المعلومات، الهاي لو ميثود، تحليلات كلياتها، اللينير بروجرامينج الى اخره. اذا بريدكتيف اناليزز انفولز ابلاينج اسامبشنز تو داتا، ما دام تتوقع بدك تحط فرضيات، اند بريدكتينج فيوتشر ريزلتس. كل هذه طبعا مشان تشتغل تحت البريسكريبتيف اناليسيس، اللي هو التحليل ايه السلطوي، التحليل خلينا نسميه الحالي والمستقبل وعلى اللونج تيرم وكذا، وله علاقه باتخاذ قرار على مستويات عليا. هذا اهم شيء، انا جبت المصطلحات تام مشان انت تقدر تستوعبها. سي ديسكريبتيف الوصف، وصف احنا حالنا الوضع الحالي. Descriptive analysis is the most basic and most used method. شو بنشتغل الآن؟ It concentrates on reporting actual results أول بأول، بعدين بنعمل مقارنات، وبعدين بنشوف الفارينسز وير تو جو، وشو كيف نحل المشاكل هاي، وبدنا نشخصها، ليش بصير عندي فارينسز بالطريقة هاي. أوكي، إذا الجواب عندنا لها السؤال هذا 25 دي. 26 in regression analysis the coefficient of determination اللي هي الار سكوير، ما هي الكوفيشنت اوف ديتيرمينيشن؟ هيها الار سكوير، هاي الار العلاقه الخطيه بين الاكس والواي، وهاي الار سكوير هي كوفيشنت اوف ديتيرمينيشن. اوكي هي 80% كانت R تساوي 80%، ضربناها بنفسها صارت 64%، وموجودة هذه في الشابتر 9. اوكي هيها 9 بدك ترجع لها. اوكي مش غلط. اذا شو هاي؟ Identify the causal factor in a linear model، يعني هذه بتحدد العلاقة السببية في العلاقة، لا الديتيرمينيشن ما بتعلق بتطلعش الكوزال فاكتور. فيريفايز ذات ذا اندبندنت فاريبل هاز نو كورليشن وذ ديبندنت، بتقول انه والله ما لهنش علاقة، ما هي الاكس والواي لهم علاقة ببعض، الاندبندنت اكس بتأثر في واي، اذا بقول هنا نو كورليشن، ما بيناتهم مش ارتباط، لا في ارتباط، اذا بغلط. وطبعا هون identify the causal factor in a linear model بعلاقة خطية مش بالضبط الكلام صحيح.
خلنا نشوف سي assesses how will a model can predict an outcome. آه أفضل شيء how will the model can predict the outcome. هاي هذا الموديل هيو هاي الار سكوير اوكي هذا من خلاله نستطيع ان نقول انه الاكس كم تؤثر في واي الاكس كم تؤثر في واي الاندبندنت كم يؤثر في الديبندنت تمام اوكي اذا سي افضل بكثير من اي لانه سي واضح اوكي وحنشوف هلا الاي ليش فيها شك ما في علاقه سببيه 100% is the poor proportion of the variance in the independent variable that predictable from the dependent variable. يا الله يعني بدل ما independent تتأثر بالdependent بقول لك لا الdependent بتأثر بالindependent عكسية غلط. إذا portion كلامي كويس يعني نسبة من الvariance الانحراف اللي هي 68 الثمانية بيطلع 64%. لكن الاكس تؤثر في واي وليس الواي تؤثر في اكس. Independent variable that is predictable. لا. Independent variable اللي هي predictable بال independent. اذا هو عكسها. اذا ما في جواب غير سي. اوكي؟ ما في جواب غير سي. هذه الجواب سي. خلينا نقراها ونروح على الباقي. The coefficient of determination بسموها معامل التقدير. معامل التقدير R سكوير مش R R مضروبة بنفسها اللي هي ال R coefficient correlation في chapter 9 برضو is a measure of the fit between the independent and dependent variable هي مش كوزل مش علاقة سببية وإنما تناسب يعني بمعنى fitting على نسبة معينة اللي هي 64% في المثال اللي شفناه قبل شوي the coefficient of determination is the proportion اللي شفناها قبل شوي 64% لما بتكون الار تساوي 80% proportion of the total variation in the dependent variable that is accounted for by the independent variable نقدر نحسبها بسبب الاندبندنت والتي تتاثر بالاندبندنت the value of r square ranges from 0 to 1 نعم الار سكوير من 0 ل 1 بس ما بزيدش عن 1 تمام نهائيا ما بصيرش 1 وشوي الماكسيمم 1 The closer the value of r square to 1 كل ما قربت لل 1 the more useful the independent variable x for explaining or predicting the variation in the dependent variable كل ما طلعت ل 1 بصير ال x اللي هي ال independent variable تؤثر بتوقع التشتت او ال variation التذبذب تبع مين تبع ال y تؤثر في الواي بيصير بنسبة 80% ضربها بنفسها بيطلع 64% إذا إكس تؤثر ب 64% من الفاريشن تبع إيش تبع واي ما أدري إذا هون في عندي هون رسمة خلينا أفرجيكم الرسمة هاي أوكي ما أدري هاي وين هالإكس الآر سكوير أوكي يعني هذه اللي هو اكس هذه طبعا العلاقه هون بدنا نطلعها نطلع الار وبعدين نضربها بنفسها انه هذه اكس هذه تؤثر ب بروبورشن اوف نسبه هذولا اللي هم التذبذب او خلينا نسميه الاختلاف او التشتت تبع واي اذا كانت 80% العلاقه بين اكس وواي 80 في 80 بيطلع 64% اي ان اكس تؤثر في 64% من واي اوكي خلينا هذه المعنى تبعها اذا بس انا بدي اروح على اي شويه يعني اتاكد انها ليش غلط يعني هي الجواب المناسب سي وشفنا ليش سي موديل كان بريدكت تتوقع تقدر تتوقع اذا الجواب عندنا سي وقرينا سي حنروح على اي نيذر ريجريشن اناليسيز نور ذا كوفيشنت اوف ديتيرمينيشن ايدنتيفاي ذا كوزال فور فاكتور اللينير يعني بمعنى ما في علاقه يعني 100% سببيه بحيث انه تؤثر الاكس في الواي بشكل يعني بمعنى انه بشكل محدد فهو بقول نيذر ريجريشن اناليسيز ليس تحليل الانحدار بيسموه nor the coefficient of determination اللي هو ال R square ولا ال R تحدد الكوزال فاكتور
ان اي لينير موديل، اللي هي شو؟ اللي هي العلاقة اللي هي بين الخطية بين الاكس والواي. طبعا احنا اتفقنا انه بي از انكوريكت، ذا كوفيشنت اوف ديتيرمينيشن مدر ذا ديجري اوف كورليشن بتوين ذا اندبندنت اندبندنت فاريبل اللي هي بي، فيريفاي ذات اندبندنت هاز نو، اذا لا نو غلط، معناته هي بقول لك في ديجري اوف كورليشن بتوين اندبندنت اندبندنت فاريبل 80% 90% 100% بتطلع واحد، معناته كل النقاط تبعت اكس بتاثر في واي اذا كانت واحد وهكذا. الدي is the proportion of variance in the قلنا هاي عملية عكسية. The coefficient of determination is the proportion of total variation in the dependent variable that is accounted for التي تتأثر ب for by independent variable not the way you way around مش العكس. إذا هذه عكسية وبالتالي دي غلط، إذا الجواب عندنا C. أوكي. 27 company developed the following multiple regression. Multiple regression y equal a plus b1 x1 b2 x2 b3 x3 utilizing 10 years of data. اخذ 10 سنوات بيانات 10 سنوات and uses it to estimate the cost of its product منتج تكلفة المنتج. التوتال كوست للمنتج تساوي f اللي هي التكاليف الثابتة اللي بتعادل a y equal a plus b1 x1 y b1 x1 و b2 x2. إذن هاي al، ال al اللي هي شو؟ العامل هذا اللي هو المتغير في الليبر، labor rate per hour، بس هذه ساعات عمل. وهنا المتغير كمان احنا قلنا عنه ال b1 x1 و b2 x2 اللي هو العامل المتغير اللي هو كل ما زادت كمية الساعات بزيد بتنضرب برقم معين، اوكي بجزء 1% 2% 5% بجزء 10 بجزء whatever. وكمان عندنا الماتيريال برضو لها عامل متغير اللي هو بسموه دائما الفاريبل كوست اند ماتيريال كوست بير باوند. اذا عندنا الباوند هذا اللي هو باوندات يعني بمعنى اوزان مدخلات على المنتج، وهنا ساعات مدخلات. which of the following changes would most likely have the greatest impact on invalidating the result of this model. من هو الذي لا يقبل invalidating يعني بيخلي الموديل هذا غير مناسب. invalidating يعني ما بيخليهوش صح، ما بيخليهوش متاح، ما بيخليهوش قابل للتطبيق. بقول لك which of the following changes would most likely have the greatest impact on invalidating يعني أي من التغييرات التالية A B C D the invalidating the results of this model هذا الموديل النتيجة تبعه. changing the source of material to a low cost foreign source. source of material هي الباوند، source of material هذه بتأثر، إذا هذه شو؟ مش invalidating، هذه validating. هذه معلومة الماتيريال هيها باوندات هيها باوند. B a significant reduction in factory overheat. هيها الفاكتوري اوفر هيت اللي هي خلينا نسميها تلاعب فيها يؤدي الى validating مش invalidating. معناته الجواب A مش invalidating، B يعني مش الجواب، A مش الجواب و B مش الجواب. C significant change in labor productivity. لاحظ الليبر برودكتيفيتي يعني بمعنى انه قديش وحده بنتج، قديش حبه بنتج، مش بالساعه، ما لهوش علاقه بالليبر بير اور ريت بير اور ليبر ريت بير اور. ها الليبر ريت بير اور اذا ساعات ووحدات منتجه، ساعات وحدات منتجه، اذا هم بيشتغلوا ساعات برودكتيفيتي 10 ساعات 20 ساعه واتيفر. اوكي طبعا هون بالمعادلة ما في وينها ال L هاي labor rate per hour هاي الأجرة بالساعة، ما فيش عدد ساعات، مش داخل عدد الساعات بالمجموعة بالمعادلة. renegotiating of the union contract resulting in a higher wage rate يعني إعادة المفاوضة على أساس إنه والله بدهم العمال أجرة أعلى.
هذه بتأثر بالمعادلة، إذن بستعملها validating، بس هذه ما بتأثرش بالمعادلة لأنه إلها علاقة بقضية عدد ساعات الليبر وهي لم تكن مشمولة في المعادلة. أوكي؟ إذن الـ إذن الـ A غلط، يعني بمعنى مش غلط إنه الجواب الصح، A مش invalidating معناته B مش invalidating، إذا C invalidating، إذا significant change in labor productivity لن سوف يؤثر بالنتيجة، C سوف يؤثر بالنتيجة invalidating the results of this model. طيب خلينا نشوف الجواب، renegotiation of the union contract resulting in a higher wage rate. خلنا نشوف الجواب. The change most likely to invalidate the results of the multiple regression equation. Change in labor productivity would invalidate the results of the model because the level of change is not known. مستوى التغيير غير معروف، وبالتالي هذه راح تغير أو تعمل invalidating، يعني راح تلخبط المعادلة، وبالتالي المعادلة هذه أوكي راح تتأثر بنتيجة C عندنا اللي هي significant change in labor productivity. قد تظهر وأنها المسألة وكأنها misleading، لكن هكذا الحل تبع صاحبنا هون، بقول a change in labor productivity would invalidate the results of the model because the level of change is not known، يعني مستوى التغيير غير معروف، وبالتالي هذا مش حيخلي المعادلة صحيحة، يعني بيخليها invalid، إذا التغيير في هذا بيخلي المعادلة invalid، إذا هذا التغيير الذي سيؤثر على النتيجة، وبالتالي الجواب عندنا C. 28 simple regression equation has an R square of 85. This means that R square 85% 85 يعني ال R في R 85. شو معنى ال R square؟ اتفقنا قبل شوي في معادلة في السؤال قبليه انه ال R تؤثر في ال Y بنسبة ايش؟ بنسبة 85%. The regression line explains 85 of the variation of the dependent variable. إذا هذا يؤثر في 85% من التشتت من إيش؟ بالديبندنت فاريبل، لأنه الإكس تقرر واي، إذا النقاط هاي كلها لواي، هاي النقاط كلها لواي، إذا إذا كان 85% فإن هناك تأثيرا من إكس على واي بنسبة 85% من هذا الفاريشن اللي هو النقاط اللي أمامنا. يمكن إيه صح؟ خلينا نشوف بي. The regression line explains 85 of the variation of the independent variable. لا، الindependent هاي النقاط مش لها، هذه تقرر هذه النقاط وهذه النقاط للdependent، إذا بي غلط. C the dependent and independent variable have a correlation coefficient of. لا يا عمي، correlation coefficient بدك تعطط الجذر التربيعي لR بطلع الكوريليشن كوفيشنت، لأنه هاي الR عبارة عن شو؟ عبارة عن مربع الكوريليشن كوفيشنت، بطلع عندنا إيش بسموه اللي هو الكوريليشن الكوفيشنت ديتيرمينيشن، إذا هذه كمان غلط. D the dependent variable does not have a strong correlation with the independent variable. لا بالعكس، في قوية، علاقة قوية، إذا D غلط، علاقة قوية 85 كويسة، قريب من الواحد تقريبا، إذا ما في شيء عندي مناسب إلا الجواب هذا، لأنه X تؤثر في Y بنسبة 85% من التشتت تبع Y، أي الفاريشن يعني التذبذب، إذا الجواب A. The coefficient of determination اللي هو R square is a measure of the fit between the independent and the dependent variable. إذا قديش بيعملوا fitting مع بعض. The coefficient of determination is the proportion of the data variation. نسبة من التذبذب هذا. هذا data variation هيها. هاي variation وهاي variation وهاي variation. وهاي بعيد وهاي بعيد وهاي بعيد وهاي بعيد عن إيش؟ عن هذا الذي وكأنه الوسط الحسابي. أوكي.
The coefficient of determination is the proportion of the total variation in the dependent variable. واللي تأثرت بمين؟ That is accounted for by the dependent variable, independent variable. يعني هذه بالواي تأثرت بالاي بالاكس. The value of R square ranges from 0 to 1. معروف ال R square من 0 to 1. The closer the value to of R square to 1 معناته العلاقة قوية جدا. The more useful of independent variable X is X for explaining or predicting the variation of the in the dependent variable Y. نعم تؤثر في Y. Coefficient of determination of 85 equals 85% of the variation of the dependent variable explained by the regression line. هاي إذن هاي 85% من هذول. B A regression line explains 85% of variation of independent variable. عكسي. Regression line explains 85% of variation if the dependent variable is not independent variable. Dependent مش للindependent. إذا بتأثر بالdependent مش بالindependent. إذا بي غلط. C هذه C. The dependent and the independent variable have correlation coefficient of لا غلط ال 85. قلنا عنها coefficient of determination is the square مربع of correlation coefficient. يعني بدك تطلع الجذر التربيعي لل 85% بيطلع ال coefficient of correlation. Correlation coefficient او coefficient of correlation نفس المسمى. الدي غلط. The dependent variable does not have a strong correlation. لا يا عمي strong. Coefficient of determination of 85 suggests a strong correlation لانها قريب من الواحد. اوكي اذا الجواب عندنا ايه ل 28 29 an organization wants to utilize business intelligence. الorganization wants to utilize business intelligence يعني الشركه بدها تستخدم الذكاء تبع الشركه البزنس to assist in the evaluation of key metrics مقاييس رئيسيه. The IT manager has suggested incorporating a dashboard feature in its business intelligent tool. إذا شو قال؟ قال عندنا هون الـ IT manager قال أنا بدي أعمل لكم داش هاي داشبورد هذا هي شوفوا قال أنا بدي أعمل الداشبورد وتصير عندكم الشاشات وتطلعوا عليها وتشوفوا كيف الأمور ماشية اللي هي visualization. Which one of the following is the main reason that management should implement the dashboard feature? ليش بعملوا الداشبورد؟ It allows management to have as many different charts as possible. يعني لا مش بالضرورة كلهم بيجي 100 رسمة حيحطوهم بشاشة واحدة بضيع الواحد. إذا أي غلط. It shows pattern and trends in data across the organization. اتجاه والنمط ممتازة بي ممتازة. حنشوف شو سي. It is designed to focus on metrics that have not been met. لا يعمل متريكس بتكون تحت بالإحصاء دائرة الإحصاء أو البيانات اللي بتظهر الشاشة الشاشة ما لها علاقة رسومات بيانية أعمدة باي شارت خط لاين إلى آخره. إذا سي غلط. D it can automatically generate reorders of important materials from for production. لا ما لها علاقة بعملية ري اوردر ماتيريال والله طلعوا بيانات جديدة يعني هذه العلاقة بالمخازن والإنتاج والأمور هذه والسيستم بيطلع أوامر من جديد ويقول لك يلا الحق حالك وطلع ماتيريال من المخازن أو اشتري أو جيب واسحب واستلم وهيك شيء إذا ما في غير باترن بي it shows pattern and trends in data across the organization هذا patterns and trends هاي هاي طلع طلع المؤشرات طلع طلع احمر كذا الى اخره اذا هاي اذا وينها باترنز اذا الجواب بي هذه بي بزنس انتليجنس ذكاء تبع البزنس ريفيرز تو سوفت وير ابلكيشن هي عباره عن ابلكيشن خلينا نسميها تطبيقات tools وسائل and practices تطبيقات that can be used to analyze and organize raw material تحلل البيانات وكذا والraw material تظهر عندنا على الشاشة
That objective is to speed up and improve managerial decision making and to uncover a new business opportunity. إذا لكشف عن فرص للبزنس وتحليل بيانات لهالبيانات الموجودة للماتيريال ولل أي شيء داخل الشركة. Visualizing يعني شو تشوف مرئي قدامك على الشاشة and analyzing business data can be easier with dashboard features. شوفوا على الشاشة. Standard dashboard for key analytics functions make collaboration easier by enabling large organization to share its analyze across the entire entity. تستطيع الشركة أن تحلل البيانات وتطلع على الشاشة وكذا وتشوف الأمور كيف ماشية بمؤشرات رئيسية وكذا زي ما شفناها على الداشبورد لاتخاذ قرار بشكل أسهل. على مستوى الشركة كاملة across the entire entity. Basically a dashboard is defined as interactive user interface. شفناها قبل شوي. That presents information in an easy to read and easy to understand manner. هاي. هاي. Easy to read and easy to understand. Actual طلع هون ما شاء الله خضرة 99.15% من وين هاي الاكتوال مؤشر وكأنها account retention يعني نحتفظ بالزبائن ما شاء الله ممتاز يعني ما خسرنا شيء بسيط. هذه شو هون monthly account retention rate حفاظنا على مين على الزبائن. بيرتاح المدير لما بيشوف هذا المؤشر. monthly MRB retention explain expansion rate هون طلع هون في عندنا MRB المواد الخام هون كذا في عندنا مشكلة الاكتوال شوف الاكتوال طلع هون كمان كاستمر لايف تايم فاليو هون كمان كاستمر اكوزيشن كوست الى اخره يعني معلومات كثيرة. الفكرة انه تتضح للشباب لما احنا بنطلع بنجيب هالرسومات تاي حتى نقدر نفهم الموضوع بشكل افضل. اوكي and an easy to read and easy to understand manner طريقة أسهل للفهم. طبعا إحنا اتفقنا إنه B هي المناسبة trend in data across the organization وبالتالي ليش A غلط A dashboard have many different charts as possible لا مش many cost not necessarily increase the number of chart company can use however it does standardize those chart across the organization مش ضروري كمية كبيرة وإنما عملية معيارية بتتعاملوا مع نوع من الشارت إلى آخره مفهومة بناء على طلب المدراء وإلى آخره الرسومات طبعا. C it is designed to focus on metrics that have not been met metrics قياسات القياسات هي ورا تحت بالبيس بالداتابيس. داشبورد only makes visualization easier شوف البيانات مرسومة رسم. It does not focus on metrics that have not been met ما بتطلعش على المتريكس. طيب it can automatically generate reorders لا reorders داشبورد is visualization and analyzing tool It does not place orders ما لها علاقة بالorders بس تشوف شغلات معينة وفي جهات معينة تتخذ هكذا قرارات. طيب آخر سؤال 30 hospital has observed an increase in the number of cases of diseases أمراض معينة and has asked to an analyst to collect data on the cases over the last 3 years وقالوا جمعوا لنا بيانات عن هالمرض هذا خلال 3 سنوات سابقة. The analyst noted that لاحظ المحلل the disease appeared 3 years ago ظهر قبل 3 سنوات during the second quarter of the year بالفصل الثاني بالربع الثاني من السنة. Since then the third and fourth quarter for each year showed significant spike in the number of cases. إذا بمعنى بدأ بالكوارتر الثاني بالثالث والرابع كان عم بيرتفع المؤشر يعني الإصابات of cases when compared to the first two quarters
إذا بدأ بالسكند كوارتر وبرتفع بالثالث والرابع مقارنة مع الثاني والأول. The best way to present these findings in is in يعني أفضل طريقة المدير بفهمها شو. أول إشي tables, هاي tables, هاي tables showing the number of cases in each month for the last three years. يعني بده يقعد المدير يتفحص وكذا ويدور يشو القصة. يعني في أفضل منها من التيبلز. بي باي شارت الدائرة هاي قالوا عنها كثير، احنا حتى حكينا عنها انه شوية مش كثير مفضلة لانه في تو ماتش سلايسز يعني شرايح وقد لا تكون معبرة جيدا. باي شارت شوينج ذا نمبر اوف كيسز ان ايتش كوارتر فور ذا لاست، كيف بدك تفسر؟ والله ماني داري كيف بدك تفسرها على ثلاث سنوات، ما بتظهرش، مش مفهومة. See scatter plot showing the number of cases for شوف هاي scatter هاي for each quarter for the last three year. إذا كل quarter كيف بدها تبين؟ يعني هاي مرسومة، بس طبعا هاي الرسومات ما لهاش علاقة، بس مؤشر مش نفسها، مش بتشتغل على الموضوع تبعنا على diseases وكذا وراسم لك quarter. مش معقول نجيب الأمور هاي، بس القصة مشان تعرف شو القصة. scatter plot هاي scatter plot هذه بتنفع انها تعطيك تذبذب تبع الكوارتر الثالث والرابع والاول والثاني اقل وكل سنه وهيكشي. حتى بار تشارت شوينج ذا نمبر اوف كيسز ان ايتش كوارتر، افضل شيء هذه بتبين لك الفكره. الاعمده اي اعمده طالع بالمربع الكوارتر الاول والثاني شوي وبعدين برتفعن اكثر، والسنه اللي بعديها وبرتفعن اكثر، يعني سهله وفهم. اذا معناته المدير بيقول بليز طلعوا لي التقرير بالطريقه هاي فيجواليزيشن. اوكي يعني طب مالوا ليها على طريقة البار شارت، هاي الرسوم البيانية الأعمدة. إذا دي a bar chart is the best way to present the findings because it shows the number of cases each quarter in comparison to other quarters. أفضل طريقة. بقول هون خلنا نشوف ليش إيه غلط. tables the data is collected by quarter not by month بالنسبة لإيه؟ للتيبلز. وهون كاتب لك شو؟ each month. each month طبعا أي كمان احنا ما مريناش عليها. المنث بده اياها كوارتر، وبالتالي وطبعا حتى التيبل يعني مش مرغوبة زي هذه، لأنه بده يشوف شغلة فيجواليزيشن وغير قضية المنث. وبقول السؤال على الكوارتر وانت حاطط لي اياه بالمنث. اوكي؟ طيب كويس انه شفنا الجواب هذا. B الباي شارت would not illustrate the differences between specific quarters. بتبين كيش كوارتر وثلاث سنين ورا بعض، لقطة بيعطيك لقطة معينة. اوكي اذا سي غلط. وعندنا بس scatter plot is inaccurate. سي scatter plot بلوك خلصنا من الباي شارت ما بتعطيكيش صورة واضحة، والسكاتر بلوت is inaccurate. There is not enough data to justify use of scatter plot. ما في بيانات حتى تقدر ترسم رسم بياني. وهكذا بنكون خلصنا المالتيبل تشويسز، وان شاء الله قريبا بكره ان شاء الله بنخلص هالإسي وبنبدا بالبارت الثاني بسرعه، لانه طولنا كثير في تشابتر 16 و15 لانه الماده جديده خالطينها شوية بسوفت وير وكمبيوتر ويعني قضايا كثيرة طولنا فيها للأسف، لأنه ومع ذلك صبرنا. وأرجو أنه يعني تقدروا ظرفنا أنه طولنا فيها، لكن إن شاء الله حكون سريع في البارت الثاني، وإن شاء الله على خير. نلتقي بالفيديو القادم مشان السكشن 3 اللي هي السي كويشنز، وهي آخر سكشن في اليونت 16. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.